انت اعتذرت وقت اللي انتميت للتجمع؟ انا اعتذرت اي قطي اعتذرت انا اعتذرت اني كنت في التجمع. اي شفت كيف اول عندي من الرجولة مستحيل اللي يجيب لي كلمة اعتذرت واللي يجيب نهار حديث تلفزي. اعتبرتها غلطة. اذا ما اعتبرتش غلطة واش قلت انا؟ اي قلتها في فيديو. اي قلت اذا كان اعتبروا انتماء للتجمع خطأ وخيانة للوطن فلن اخت واخو المرة الوطن مرتين ونمشي للنهض. هذا ايش قلت في الفيديو؟ اذا كان اعتبرناها خطا وخيانه للوطن لن اخونها مرتين ونمشي للنهضه هكا توا. اي لا ما تخلينيش نتوتر. معناتها تجاوزنا فتره من الاول نعتذروا. هذه التجمع مش بين الناس مازال تحكي وفيت 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 ما فماش تجمع. يا تنبني وتونس هاي ما فماش سيدي هاي. هو في العالم احنا اكبر شعب في العالم رانا احنا اقوى ناس راهو. عاملين عايشين لرئيس لحكومه ومازلنا نمشي وجاب ربي المؤسسات تمشي رانا شعب قوي. مازلنا منظمين ونمشي وناكلوا. وش عندنا؟ وش عندنا؟ عندنا مؤسسات عندنا مؤسسات صحيت. المؤسسات هذه مبنيه من الاستقلال وهي تتبنى المؤسسه في تونس. زاد النكزول هذه